حديث عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أكمل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأكمل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا ساهم حوزي كان عزنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما قالت إلا ساعة وعز بولد الحسين قد أكمل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من يقتراه الله وتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي كان عزنت لك فداخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا وسيدي وخليفتي وساحب لوائي كان عزنت لك فداخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي كان عزنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أمير رسول الله بطرف الكساء وعمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم
ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزمنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرزا منهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزهية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلحا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها السلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى رجزي لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد عزنت لك. فهابت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي: إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرزا منهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وكان عزنا لي أن أدخل معكم، فهل تعزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إن هنا قد عزنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء السلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي: أبين الله كدوها إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب أنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معف من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما. ولا مهموم إلا وكشف الله هما. ولا تعلم حاجة إلا وكز الله حاجتا. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة مباركة.